بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. رسالة هامة جدا لطلاب الصف الثالث الثانوي اللي هم ثانوية التابلت أو الدفعة اللي هي داخلة ثالثة ثانوي. دي هتلخص لك كل حاجة وهتجاوب لك على كل الأسئلة اللي انت محتار فيها. أخد درس ولا ما أخدش؟ أبدأ إمتى؟ أعمل إيه؟ أروح فين؟ أجي منين؟ مفيش دروس؟ مفيش سناتر؟ كل ده متلخص وملموم ومتجمع في الرسالة اللي انت هتسمعها دلوقتي. هنبدأ أول حاجة، طبعا الشروط اللي احنا قلنا عليها تالتة ثانوي الدفعة الجديدة اللي هي أصلا ما تعلمتش حاجة من تالتة إعدادي. الناس يعني تالتة إعدادي يختلف خالص عن ثانوي تماما، وأول ما روحتوا أولى ثانوي وتانية ثانوي لقيتوا الدنيا مختلفة تماما، واتفتحت لكم أبواب زي أبواب غش وزي حاجات كتير حصلت معاكم. الكلام ده كله أثر عليكم بالسلب، وإنتوا اللي اتحطيتوا دلوقتي في الموقف الصعب ده، فعايزين نخرج منه بسلام وأمان. فعشان نخرج منه اسمعوني شوية بس، هتستفيد كتير والله من الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. أول حاجة عايزك تعرفها، هديلك شوية شروط هتمشي عليهم بإذن الله هم اللي هيريحوك. أول حاجة، ابدأ دروسك من شهر 8. قبل كده ما تبدأش، يبقى انت ما تتعبش نفسك قبل 8، علشان الناس اللي بتقول هنحجز وهنبدأ وهناخد ومش عارف ايه. تاخد في المادة مع مدرس واحد بس، مش تاخد عند الاستاذ فلان والاستاذ علان ومادة واحدة، لا، المادة لها مدرس، ما تلخبطش كتير. طب انا محتاج او انا عايز اخد عند اكتر من مدرس، اللي بياخد في المادة عند مدرسين او ثلاثة بتلاقي نفسك بعدين انت مش قادر تدخل البيت. انت فاكر ان ده شطارة وتثبيت معلومات، لا بالعكس، ده بيضيع وقت وبيرهقك اكتر ما انت مرهق. تلاتة، ما تاخدش عند مدرس على اساس ان هو اسمه عفريت الفيزياء، دبابة الكيمياء، الكلام ده مش هو ده الثانوية العامة، مش هو ده اللي احنا محتاجينه. المدرس ده بيدي 7000 طالب، ال 7000 طالب دول هتلاقي منهم 3 2 هم اللي جايبين 99%. طب فين باقي ال 7000 بقى؟ فين باقي ال 700 طالب؟ فين المجموعة اللي فيها 100 طالب؟ فانت ما تاخدكش الاسماء، لا ركز على حاجة انت بتفهمها او انت بتاخد عنده من زمان ومتعود عليه، تمام؟ فبيقول لي بقى اكيد هيطلع من عنده الثلاثه جايبين 99، دي حاجه عاديه، ولا عشان ابن خالتك هياخد عنده يبقى انت هتروح تاخد، ولا علشان مثلا مدرس مش مشهور او بيراعي، لا مش كده، انت ممكن تاخد عند مدرس مش مشهور بس بيراعي ضميره وبيظبطكم كويس يعني. بعدين ضبط مواعيد دروسك، ظبط مواعيد دروسك على قد ما تقدر من البدايه على حسب ايام الاسبوع، السبت في فيزياء، الحد في عربي، الاثنين في انجليزي كده يعني، تمام؟ ومواعيد الدروس وبعضها البعض يعني حاول ايه؟ حاول تظبطها بالتدريج. طيب بعدين اول حاجه بلاش تعلي النار قوي من البدايه علشان الانبوبه هتخلص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تبداش السنه بقى بايه؟ قلب حامي ولازم اخلص ده وده واعمل كده ومش عارف ايه، وبعدين تتخلص الطاقة اللي عندك وتيجي تلاقي نفسك بقى ايه؟ هبطت وخلصت اللي عندك وزهقت وقرفت ومش عايز تذاكر. لا، امشي سنة سنة، بتقول اي زي ما بقول لك كده، ما تبدأش السنة سخن قوي وبتذاكر ال 24 ساعة في ال 24 ساعة علشان ما تجيش على شهر 12 كده، تمام؟ على شهر 2 اسف او 12 برضو، وتلاقي نفسك زهقت ومليت وتعبت وتقع مرة واحدة. لا، خليك ماشي بسرعة متوسطة، ها، ولا تنام قوي ولا تعلي قوي، بس المهم انك تكون متحفز دايما ومصحصح وفاهم كل حاجة كويس. سنة الثانوية العامة 10 شهور، بتبدأ من شهر 8 وبتبتدي في شهر 6. قسم السنة بقى لكذا مرحلة علشان تبقى عارف في كل مرحلة هتعمل ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتقول مثلا من 8 ل 10 هخلص الترم الاول، من 10 ل 11 هراجع الترم الاول، من 11 ل 12 مش عارف هعمل حل امتحانات،
بعدين مش عارف من كام لكام هخلص الترم التاني، بعدين من كام لكام هعمل مراجعة على الترم التاني، بعدين من كذا لستة اللي هي آخر حاجة بقى هعمل مراجعة نهائية على المواد كلها، كل مادة أمسكها أقفلها من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا، أو من ورقة لورقة. تمام؟ طيب ماشي. بعدين خلص مذاكرتك أول بأول، أوعى تنسى دي، لازم أول بأول على طول الحاجة اللي تاخدها انجزها في يومها، ما تسيبهاش لبكرة مهما كان عندك ظروف، عشان تبقى اتعودت على الموضوع ده. أوعى أوعى تتراكم حاجة عليك، هتتعب أوي من موضوع التراكم ده. خليك خفيف دايما كده، تيجي من الدرس في نفس اليوم أو التاني يوم بالكتير تكون مذاكر اللي انت أخدته أول بأول. يعني أنا مثلا أخدت الدرس الأول هذاكره، أخدت الدرس التاني أجيب الأول والتاني وأربط الاتنين ببعض. مركز؟ هتلاقي نفسك مرتاح نفسيا دايما، ومش مضغوط، ومطمن من جواك، وعندك نفس تكمل في المذاكرة، ومش تعبان في حاجة. تمام؟ طيب كل شهر بقى ادي لنفسك يومين أو تلاتة تعمل فيهم مراجعة على اللي فات. كل شهر ادي لنفسك يومين أو تلاتة ادي فيهم لنفسك مراجعة على اللي فات. تمام؟ كده يعني دايما اليومين التلاتة اللي ما فيهمش دروس دول انت بتدي نفسك مراجعة على حاجة فاتت. تمام؟ طيب الأهم بقى، الأهم خليك مع ربنا دايما، التزم بصلاتك في مواعيدها. الصلاة دي هتخليك مطمن قوي، وتحس انك قريب من ربنا، وهادي ومطمن ومستريح ومش متوتر. كل دي هي الحاجات اللي بتأثر على الإنسان، طول ما انت ماسك في دي مش هتجيلك الحاجات دي. يبقى إذن اظبط صلاتك بقى، وإيه، وتسبيحك والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا، يعني خليك دايما كده. طيب الحاجة الأهم رضا والدك ووالدتك عليك، لازم بقى إيه تكون معاهم باستمرار، يعني بتعمل اللي هم عايزينه، انت مرضيهم، مش مزعلهم، انت فاهم. الحاجة دي لها مفعول السحر اللي ممكن تبقى الدنيا متشقلبة معاك، وبدعوة واحدة من دول تلاقي كل حاجة استقرت واتظبطت. فانت بقدر الإمكان حاول تخليك قريب من دول، وحاول ايه انك تكسب برهم، تبقى تكسب برهم عليك يعني. تمام؟ بعدين انت مش في سجن. يعني ايه مش في سجن؟ يعني جو بقى ايه، شيل التلفزيون، اقطع النت، الغي التليفون، ده مش هيوصلك لحاجة. يعني ده مش هيوصل بيك غير ان هو يحسسك بان انت مضغوط، وان انت متضايق نفسيا ومخنوق طول الوقت. انت مش صغير، انت كبير وعندك ارادة وهدف وحلم عايز تحققه، وعارف ان السنة دي مهمة ولازم تبذل فيها مجهود كبير اكبر من كل سنة. علشان كده مش هنقولك بقى يمينك وشمالك ورجلك وراسك، لا انت فاهم الكلام ده كله كويس وعارفه تماما، ومش صغير عشان نقعد نوعيه. بس كل الحكاية انك انت ايه بقى، انك انت ممكن تعمل الكلام ده في اخر شهر، علشان هو ده اللي ايه، هو ده اللي انت هتبقى مضغوط فيه. تمام؟ طيب فخلي وقت عندك كده للترفيه مع اصحابك، مش عارف، شوية زي ما قلنا ما تنزلش سخن يعني. طيب بعدين 15، ما تقولش بقى انا عايز اجيب مجموع كذا علشان ادخل كلية كذا. لا كان فيه لا لا كان فيه وخلص. انت تبص على 99%، يعني انت ما تحطش كلية كذا في دماغك، لا انت هتبص على الدرجة النهائية اللي انت عايزها. ليه بقى؟ لان الدرجة النهائية دي هتتيح ليك كل المواد. يبقى انا مش هركز على كلية كذا، لا انا ايه، انا هركز على الدرجه النهائيه اللي هتخليني كل حاجه متاحه بالنسبه لي. تمام؟ طيب انا ليا دعوه بكام في الميه، هبص ل 99 علشان يوم ما انزل عن 99 الاقيها 97، 98، ابقى ايه برضو لسه الكليات قدام، الكليات اللي فوق يعني، او كل الكليات. طيب بعدين موضوع ده رضا والدك قلت قلناهم. كتر شراء الكتب الخارجية أمر مزعج وبيعمل لك دوشة،
ومعظم الكتب الخارجية بيبقى بتلعب على نهج واحد، ان هو مثلا في الانجليزي بما ان انا فاهم انجليزي بياخد كلمة مثلا زي كلمة اي كلمة معينة مثلا، ياخد الكلمة دي ويعمل عليها جملة ويجيب عليها سؤال، فكل الكتب شغالة على النظام ده عشان يفهمك الكلمة او يوصل لك معناها. فانت بس ممكن ايه تشتري كتاب كذا ومراجعة نهائية لكذا، تمام، غير بقى مذكرة الايه المستر. طيب فكتر الكتب الخارجية امر مزعج، بيعمل لك دوشة وتحس انك مش عارف تفتح ايه ولا ايه، فما تفكرش ان دي شطارة، هات اللي المدرس هينصحك بيه وركز فيه مع كتاب المدرسة والنماذج بتاعت الوزارة علشان هي دي اللي بيبقى الشغل عليها. طيب الغي كلمة متوتر من دماغك، لو اتوترت حتى لو كنت طول عمرك من الاوائل هتتكعبل في السنة دي، لو اتوترت هتتكعبل في السنة دي حتى لو كنت دايما من الاوائل، وهتقع كمان على وشك. انا مش هقول لك زي باقي الناس ان دي سنة زي اي سنة، لا هي سنة فريدة وبيتحدد عليها، لا لا لا، بيتحدد عليها مستقبل، علشان كده عايز اهتمام اكتر. هي بقى مش بعبع قوي ولا قلقها بيجي من التوتر والمعقدات اللي اتربينا عليها من صغرنا، هي سنة لو فقت لها كويس وصحصحت ليها وقسمت السنة دي مراحل زي ما انا قلت لك من البداية، هتلاقي نفسك من الاوائل باذن الله تعالى. هات نتيجة حائط وعلقها في غرفتك، وكل يوم بيومه تشطب على اليوم ده، علشان اليوم ده قيمته ما يعديش كده بالسهل عليك. وتجيب ورق بقى، ورق تكتب اي ورق، دش ورق نوت ملاحظات تكتب فيه يعني، وتسميه الجدول اليومي. كل يوم اول ما تصحى الصبح تحط لنفسك جدول. ايه الجدول ده؟ النهارده عندي درس كذا، هنجز واجب كذا، هعمل مش عارف كذا، كده يعني، تمام؟ طبعا ممكن بقى تزود شويه، اول ما اصحى الصبح هصلي هفطر، ناس بتعمل كده، في ناس كانت عامله كده، هصلي هفطر، تكتب يومك هيمشي ازاي؟ الظهر هبقى بعمل كذا، العصر هبقى بعمل كذا، كده يعني، وهيبقى في ايه؟ وهتروح درس ايه؟ وهتذاكر ايه؟ والنهارده هتروح فين؟ واخيرا كده يعني، تمام؟ طيب، بعد ما عملت انت الحاجات دي كلها، عايزك تفتكر حاجه مهمه قوي. الحاجة المهمة أوي دي إن لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد وهياخد نصيبه، فأنت على قد تعبك هتاخد نصيبك. إزاي؟ أنت ممكن تتعب أوي 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 وتلاقي نفسك ما روحتش كلية القمة، ما روحتش كلية الطب، ما روحتش هندسة، ده مش معناه إنك أنت فشلت، لأ، التعب اللي أنت تعبته ده هيجيلك في حاجة تاني. ممكن تخش مثلا كلية تربية وتلاقي نفسك دكتور في الكلية، يبقى أفضل ما أنت كنت مهندس بقى، فاهم؟ يبقى إذا التعب مش هيروح، هيجي في المكان اللي اختاره لك ربنا. وفي النهاية ربنا يوفقكم يا رب جميعا، ويا ريت تشيروا الفيديو على كل زمايلكم وتبعتوه لهم كمسج ولا الرابط ولا أي حاجة، علشان الناس كلها تعمل بالكلام ده من البداية، علشان إن شاء الله يبقى مفيد جدا 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 في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.